أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة على مانع الزكاة؟ مانع الزكاة بخلا هذه معصية، وأما مانعها جحودا هذا كافر لا يصلى عليه، أما مانعها بخلا هذا يعتبر معصية، فالزكاة تخرج من ماله، ولو مات تخرج الزكاة من ماله لأنها دين عليه ويصلى عليه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.